9:30 المساء استهدف هالمكان من 18 سنة. صوت المحبة هالإذاعة اللي تأسست عام 1984 بين صوت المدافع وكانت قاصدة إنها تكون صوت للرجا ورحمة الله ما رحموها عام 2005، خصوصاً بعد ما نظمت وقفة ضد الظلم والاستعباد. كان عندنا وقفة لحتى نطالب يوم طويل بالمعتقلين بالسجون السورية، لأنه صوت المحبة هدف الحرية. طفت عن الهواء 3 ساعات بس تلملمنا جروحاتنا ورجعنا طلعنا ببث مباشر من سيدة لبنان حريصة حتى نقول لا الظالم ولا القاتل، نحن ما رح نسكت، وصوت الله ولا مرة سكت وبعدنا مش ساكتين وما رح نسكت. المسيرة مستمرة بكتير نشاط وتطور، ومبدأ الحرية راسخ عند عائلة صوت المحبة وتشاريتي تي في لدى جميع أفرادها وبمختلف برامجها. ما فينا نكون أول شيء عم نحكي باسم يسوع المسيح إلا ما نحكي بالحرية، لأن هو علمنا الحرية، هي بدرجة الأولى. فكان بالأحرى إذا الحرية هي إحدى المبادئ الإنسانية الأساسية، الإنسان بيخلق حر، عم ندعي للحرية ونشجع الناس هن كمان يكونوا أحرار، خاصة الأشخاص اللي هن بيحسوا حالهم مكبوتين بمحل معين، لازم يفجروا هالكبت ويثوروا على واقعهم لحتى يتطور المجتمع من خلاله. وهالمجتمع بانتظار محطة سنوية، فمثل كل سنة هالفريق عم بينظم مسيرة ختام الشهر المريمي بكتير من الجو العائلي المليان فرح ورجاء ومحبة. سبت 27 أيار كلنا طالعين حتى نقول للناس هيدا هو لبنان اللي بدنا اياه، نحن وما في شيء بيوقفنا، نحن ابناء الرجا والقيامه والفرح. رح نكون عم نجتمع بمعهد الرسل جوني على الساعه 6 حتى نحتفل بعيد صوت المحبه 39، ومن بعدها رح ننطلق بمسيره حاشده الى مزار سيده لبنان حريصه. وبهالمكان سيحتفل بالذبيحه الالهيه عند منتصف الليل بمناسبه عيد صوت المحبه، كما عيد العنصره ايضا.